بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا اليوم البهيج، في هذا اليوم الأول من المهرجان المنتظر الكبير والمقام على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. انطلقنا في هذا الصباح مع أشواط الإنتاج ورموز تلك الفئة لنواصل أشواط البرودكشن، أشواط الإنتاج والمنتجين مع منافسات سن الغاية. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء، أينما كنتم هكذا تبدأ المسيرة، مسيرة العطاء، مسيرة الأصالة، مسيرة الإنتاج والاهتمام، حيث نواصل دعمنا واهتمامنا لهذا الموروث العربي الأصيل بفضل التوجيهات الكريمة من لدن سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. ابتدأت الانطلاقة، شوط الشلفة، الشلفة الفضية، إضافة إلى ذلك الرمز الكبير هناك جائزة نقدية عبارة عن ربع مليون ريال قطري في انتظار الفائز بالمركز الأول. الضبيضا مشكورة من حاف، المرونة راهية، الواعية الشاهينية، غيوم وجمرة، الحذرة ومطيلة، أفنان وعذاب، ويا عذابنا من هذا الشوط. الله مباشرة في كشف هويتي هذا الشوط، كشف النقاب، إزاحة الستار عن مقدمة الشوط لأجد مطيلة. الله يا مطيلة تقول والطول يا بن بروك. مطيلة أيضا لعمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، يقدم مطيلة التي لعبت أدوارا تكتيكية في مهرجان سيدي الأمير الوالد عندما توج هذا الشعار بالشلفة الفضية في ذلك اليوم. المركز الثاني أجد أفنان تحتل ثاني المراكز، راشد بن سعيد بن منان الكتبي، بينما الانتقال على المركز الثالث تحضر الواعية عمر بن راشد بن محمد بن مبارك الخيلي. أما المركز الرابع هنا الحذرة، محمد بن عوض بن طويرش بن حمودة الأعفاري، وفي المركز الخامس أرى غيوم لحمد بن محمد بن عبد الله بالحب العامري، الشعار الذي تميز في هذا اليوم. عودة إلى البداية، عودة إلى مطيلة التي انطلقت في أجواء الصدارة، انطلقت في رحاب المركز الأول، تبحث عن ماذا؟ تبحث عن الشلفة، تبحث عن رمز الانتاج. هذا هو بن بروك ينطلق في المركز الأول، يبحث عن الشلفة، يبحث بن بروك عن كلمة مبروك. الله يبارك لك في حلالك يا بن بروك. هذه مطيلة للسيد عمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، ينطلق مع المركز الأول، بينما الدور دور الحذرة. من تحتل المركز الثاني؟ محمد بن عوض بن طويرش بن حمود العفاري. أما المركز الثالث تتحرك أفنان راشد بن سعيد بن منان الكتبي، المتحدي يتحدى في يوم التحدي. هلموا إلى التحدي، انطلقوا إلى التحدي، انطلقوا إلى الرمز. المركز الرابع الواعية حاضرة بأحاسيسها، حاضرة بأفكارها، تنطلق الواعية لعمر بن راشد بن محمد بن مبارك الخيلي. أما المركز الخامس فتحضر فيه الشاهينية، حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. هذه النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى المتقدمة، الصدارة ما زالت مع مطيلة. يا سلام، شوف الضغط الآن على مطيلة. مطيلة تحتل المركز الأول، ولكن بن منانة قادم، وأيضا راعي الحذرة بن طويرش بن حمودة العفاري. الله
ثلاثية الصدارة، بل خماسية، بل سداسية، بل سباعية. الموقع واحد والنتيجة حتى الآن لم تتضح. حصل دخول، حصل هجوم، هجوم كاسع من قبل الحذرة. حذاري من الحذرة، حذاري من بن حمودة محمد بن عوض بن طويرش بن حمودة العفاري. يقدم لنا الحذرة التي استلمت زمام المبادرة لتقود الشوط قيادة حكيمة، تقود هذا الشوط كقيادة الضباط للجنود. يا سلام، المركز الثاني هناك أفنان راشد بن سعيد بن منال الكتبي، كيلوين متر على تحديد المصير، على تحديد مصير الشلفة الفضية. الربع مليون بن منال على المركز الثاني، أمطيلة على المركز الثالث، عمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري. يصل رجل الأمتار الأخيرة، ينطلق مبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. يا سلام يا المميز، يقدم لنا عذاب في المركز الرابع. الله يا جمرة، عبد الواحد بالخزة بالخزع بالعثة العامري بالعثة يصل مع جمرة. جمرة يا جمرة، جمرة وقادة على المركز الخامس، ولكن هناك الصدارة، هناك الشلفة، الكيلو ونصف الأخير. أمطيلة على مركز الوصافة، الحذرة على المركز الأول، جمرة على المركز الثالث. يا سلام، الحذرة، أمطيلة، جمرة، المركز الرابع اثنان، خامسا عذاب. الله، يا هي أمتار، يا هي أمتار، فيها العذاب. عذبتونا، عذبتونا يا أهل الإنتاج. ما هذه العروض، ما هذه الامتيازات. البرنس أيضا يصل، يصل البرنس مع المرونة في المركز الخامس. تمر المرونة إلى المركز الرابع. أمطيلة بن بروك على الصدارة، بن بروك، بن بروك منطلق مع أمطيلة، يقترب من الشلفة، يقترب من افتتاح. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. هذه أمطيلة التي لعبت الأدوار الحساسة، التي أتقنت أدوارها في مهرجان سيدي الأمير الوالد. المركز الثاني، شوفوا القادمة، القادمة هنا الواعية. وفي المركز الثالث تتحرك من حاف حمود بن مبارك بن حمود بن سارمين المنصوري. ولكن يا سلام يا عذاب، يا سلام يا عذاب. هذا هو رجل الأمتار الأخيرة، ينقض على الصدارة في الأمتار الأخيرة. هذا هو المميز، هذا هو مبارك. يا سلام يا سلام، من إن سنزف له المباركة؟ هل سنزفها المبارك أم لابن بروك؟ لمن سنقول مبروك؟ الله يا عذاب، عذاب وامطيلة، امطيلة وعذاب. هل الرماح يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالرمز؟ انطلقت عذاب. الله يا سلالة، يا سلالة لهب، سلالة لهب، سلالة لهب، سلالة أصيلة تدفع وتجري في دماء، في دماء عذاب. مالك أبوها ومالك أمها ومالك عذاب. هو المميز مبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. سلام يا رماح، سلام. الشلفة الفضية، الربع مليون ريال قطري مع المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي. ومبارك يا مبارك، هذه الشلفة. المركز الثاني المرونة للسيد محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. المركز الثالث مطيلة للسيد عمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري. المركز الرابع من حاف لحمود بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. والمركز الخامس جاءت فيه جمرة لعبد الواحد بالخزاع بالعثة العامري. مشاهدينا الكرام، فوز تاريخي لمالكي عذاب، عذاب التي عذبت المشاركين، ولكنها راحت المميز وراحت أبناء رماح. تهانينا للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على فوز عذاب. تهانينا لمالكها مبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي وسلالة الهب أبوها وأمها عندك يا مبارك. فتهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7:41، 3 من الثانية. تهانينا لمبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي وإلى والده الكريم وإخوانه الأعزاء. المركز الثاني المرونة وتوقيتها 7:00.
السائق 43 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للوالد محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت راعي الدوحة، حصوله على مركز الوصافة على الشلفة المركز الثالث. جاءت فيه مطيلة اللي ما قصرت، وتوقيتها الزمني لحظة الوصول 7:43، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري. في هذه اللحظات انقل الكلمة والميكروفون للزميل سالم بن سعيد بن حضيرة.